كتاب مصر من تاني للولد الشقي محمود السعدني. الفصل الأول، الفسطاط لماذا؟ تاريخ العالم هو تاريخ السلطة، لأن التاريخ مع الأسف الشديد لا يهتم بالشعوب ولا يحترم الضعفاء ولا يتعقب المغمورين، ولهذا السبب أيضا فالتاريخ أكثره مزيف ومزور وأغلبه أكاذيب، لأن الذي يكتب التاريخ هو السلطة، ولذلك ستجد أعداء السلطة دائما على خطأ، والحق دائما في جانب السلطان، والويل دائما للمهزوم، لأن التاريخ من أتباع المنتصر وهو من حشم السلطان وفرد من طاقم خدمة الوالي. عندما انهزم عبد الله بن الزبير نعتوه بأحق النعوت ووصفوه بأحقر الأوصاف. عندما قتل الحاكم بأمر الله رموه بالجنون، أشاعوا عنه أنه حال بين النساء وبين ارتداء الكعب العالي، وأنه حرم أكل الملوخية، وأنه أمر الناس بالعمل ليلا والنوم نهارا، مع أنه كان واحد من أعظم حكام مصر وخادما من خدام الحقيقة وفارسا من فرسان الفكر ودرويشا من درويش الحياة. وعندما هرب نابليون من منفاه في جزيرة ألبة، كانت منشتات صحف باريس خلال 4 أيام متتالية على النحو التالي: هروب المجرم، الخائن يصل إلى الشاطئ، المخرب يزحف نحو باريس، البطل في باريس، وهتلر يعرف العالم الآن على أنه الرجل الوحش، مصاص الدم، آكل لحوم البشر، أحقر من ولدته امرأة، عدو البشرية رقم واحد. ترى كيف ستكون صورته لو أنه هو الذي انتصر؟ أغلب الظن أنه كان سيصبح محرر الشعوب وحامي حمى الإسلام، وبالقطع كان الجنون سيكون من نصيب تشرشل، والخرق هو طابع ديجول، والخيانة هي حرفة روزفلت. أحيانا ينصف التاريخ بعض المهزومين، من هؤلاء مثلا عمنا المرشال روميل. صحيح أنه انهزم، ولكنه ظل حتى الآن أشهر قائد أنجبته الحرب العالمية الأخيرة. وعبد الناصر لم ينهزم ولم يفقد السلطة وهو حي، ولكنه فقد توفى إلى رحمة الله، ولكنه لأنه مات فقد لعنوا سنسفيل أجداده وألصقوا به كل التهمة ورموه بكل نقيص، مع أننا جميعا الذين نسمع الشتائم ونقرأ سلسلة الاتهامات كنا أحياء نرزق ونصفق لأمجاد عبد الناصر وانتصاراته وشموخه العظيم. ومأساة عبد الناصر ليست هي المثال الوحيد على استرزاق كتبة التاريخ، فقد تكررت كثيرا في تاريخ مصر الحديث والقديم، وتكررت كثيرا في تاريخ الإمبراطوريات العربية سواء في القاهرة أو في دمشق. عندما قتل محمد بيك أبو الدهب سيده علي بيك الكبير، ألغى كل القوانين التي سنها سلف ورد الأموال والأملاك المصادرة إلى أصحابها، عفى عن المنفيين خارج مصر وسب سيده واتهمه بكل رذيلة، مع أن التاريخ الحقيقي يقول لو أن علي بيك الكبير استمر في السلطة لتغير تاريخ مصر، لأن علي بيك الكبير هو أول من حاول بناء الدولة المصرية في العصر الحديث، وفي سبيل ذلك شرع في اتخاذ إجراءات اجتماعية حاسمة، فأمم الأرض الزراعية وصادر الثروات التي تراكمت نتيجة احتكار السلع والاتجار في السوق السوداء، وأسس جيشا وطنيا وأقام أول مصانع للسلاح، وشهدت مصر في عهده حالة من الاستقرار والرخاء دفعته إلى التفكير في غزو تركيا نفسها وهدم الخلافة الإسلامية ونقلها إلى القاهرة. ولكن المؤامرة قطعت الطريق على علي بيك الكبير، وكان نائب وساعده وقائد جيش محمد بيك أبو الدهب هو الذي تولى القيام بأهم دور في المؤامرة، ولذلك تأخر نهوض مصر فترة من الزمن حتى جاء محمد علي باشا الكبير فصار على ضرب علي بيك الكبير، واستطاع رغم كل شيء
تأسيس الدولة المصرية الحديثة. عندما احتدمت المعركة بين الجيش المصري وجيش ابن عثمان في معركة مرج دابق، وانهزم سلطان مصر قنصوة الغوري، وصارت مصر نيابة سلطنة ودخلت تحت حكم السلطان ابن عثمان. تولى خير بيك منصب نائب السلطان العثماني، وكان يشغل نفس المنصب في أيام سلطان مصر قنصوة الغوري، ولذلك سماه العامة خاين بيك، بينما أطلق عليه كتبة التاريخ وصف منقذ مصر، ووصفوه بالحكمة والحصافة ورجاحة العقل. ويقول عمنا ابن إياس: وبعد أن تحققت هزيمة السلطان قنصوة الغوري وضاع ملكه، التفت الحاشية القديمة حول السلطان ابن عثمان، يقدحون في سيدهم السابق ويقبحون أعماله ويسفهون آراءه، وألصقوا به كل دنية ورموه بكل نقص، مع أن لحوم أكتافهم كانت من خيره، والخير الذي كانوا يرفلون فيه من فضل نعمته. وعندما مات الخليفة الأموي في دمشق، أبلغ الحاجب ولي العهد الوليد بن عبد الملك بنبأ موت الخليفة، وكان يعيش منفيا في أحدى القرى الواقعة بين العراق والشام، فأمر ولي العهد بأن توضع كل متعلقات دار الخلافة في حرز حريز حتى يعود إلى دمشق من منفاه. ولكن الخليفة المتوفى استيقظ فجأة في المساء، وتبين أنه كان في إغماء طويل، وبعد أن تململ في فراشه وتلفت حوله طلب شربة ماء، فاجأه الخادم بشربة الماء في كوز من الصفيح، وكان للخليفة طاسة من الذهب الخالص يشرب فيها الماء، فطلب الطاسة الذهب ليشرب فيها، ولكن الخادم اعتذر له لأن الخليفة الجديد أمر بتحريز الطاسة مع متعلقات الخليفة، وأمر بعدم استعمال أي شيء منها. فلما سمع الخليفة القديم ما قاله الخادم شهق شهقة طويلة وفارق الحياة، وقبل أن يتمكن من أن يشرب شربة الماء. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.